سعد الله مساكم. معزومين اليوم إن شاء الله عن جاسم بن شلبان جزاه الله خير، لكن المشكلة وين؟ إني أنا جالس أتريب أبو كريم، والكابتن كالعادة أطرش له اللوكيشن يروح مكان ثاني، يقول وداني مكان ثاني. يلا يا كابتن، ومدام تريب أبو كريم خلنا نسولف شوية. ما أتكلم اليوم عن أمساكية شهر رمضان، هذا المنبه بالنسبة للصائمين. من وين جت هذه الفكرة؟ قبل عام 1798 ما كانت مصر ملمة بمعظم الأحداث والتطورات اللي تحدث في العالم، لين جاء الاحتلال الفرنسي بمساوئه، ولكن كانت لهم بعض المحاسن. فهم الفرنسيين هم اللي دخلوا أصول الكتابة والنشر والطباعة إلى مصر. في عهد محمد علي قبل يتوفى بسنتين، عام 1262 هجري، عرفت مصر طريق أمساكية رمضان. هذه الأمساكية طبعت في مطبعة بولاق، جت على ورقة صفراء، وكانوا يسمونها أمساكية ولي النعم، طبعا ورقة صفراء مزخرفة. هذه الأمساكية بالإضافة إلى صورة محمد علي باشا كان فيها مواعيد الصلاة وأوقات الصيام. تطورت الأمساكية في العشرينات لين الأربعينات القرن الماضي. فطلعت على صور وأشكال مختلفة، لكن أول إمساكية تم إصدارها، هذا أبو كريم يتصل ورد عليه ورد. نكمل معاكم السوري الإمساكية. وصلنا عند أول إمساكية تم إصدارها أو طباعتها بغرض الدعاية والإعلان. هذه المطبعة موجودة في شارع بيبرز الحمزاوي، تم طباعة الإمساكية عام 1347 في رمضان الموافق 1929. مرحلة الإعلان عن البضائع والمنتجات والمحلات انتقلت في عام 1945 على يد رجل الأعمال داود عدس. إمساكية عدس كانت مميزة لأن كان فيها يعني معلومات عن الصيام وفضله وأسباب فرضه على المسلم، وتحت آخر شيء كان حاط بس معلومة صغيرة عن محله والبضائع اللي موجودة فيه، يعني دعاية بسيطة بخط صغير. فيا جماعة الخير، إمساكية داود عدس هي الإمساكية الملهمة للإمساكيات اللي نشوفها هذه الأيام اللي فيها أكثر من صفحة. وذكاء داود عدس التجاري أنه كان يوزعها ببلاش على المارة والمصلين لما يطلعون من المسجد، فهذا الفكر التجاري. واليوم نشوف الإمساكية فيها أحكام الصيام، الصلاة، الزكاة، الأدعية، آيات قرآنية وأيد أشياء في هذه الإمساكية. وحد منهم الأيام يحطها في بوكس ممكن يقدمه بشكل جميل مع مصحف مطبوع على مصحف إلكتروني. عموما، وهذا كان الستوري الخاص بتاريخ إمساكية شهر رمضان. إذا عجبك الستوري ما وصيك انشر الحساب.